مشاهدينا بدي حييكم مع بداية هالأسبوع يلي بتمنى يحمل معه كل أمل وخير لهالبلد، ويمكن أكتر أمية عند الناس تنتظم مؤسساتنا الدستورية ويكون عنا رئيس للجمهورية، لأنه بلا جسم بدون رأس ما بيمشي الحال. يعني مفروض تنتظم مؤسساتنا حتى شوي نرجع نعرف كيف بدنا نرجع ننهض بالبلد، لأنه اللي عم بيصير ما بقى يقدر أي حدا يتحمله، وهيدا كله يشير إلى أكيد أيام صعبة، مش أيام أبداً مش صعبة، لا، حتى نكون واقعيين نحن قادمين على أيام صعبة إذا ما انتظمت مؤسساتنا الدستورية، وإذا ما صار في يعني ولو حلول جزئية لكل هالقضايا اليومية يلي عم نعيشها، وهي من أبسط الأمور يلي عم نطلبها. يعني ما عم نطلب شيء فوق العادي للأسف، يعني ليك وين صرنا، الدولار بيطلع، النفط بينزل، الحمد لله الأسعار المحروقات بننزل، وهقني بعت الأسعار الجديدة بالمعلومة. إذن أسعار المحروقات سجلت تراجع بسيط وأصبحت على الشكل التالي: البنزين 98 أكتار 722 ألف، 95 أكتار 753 ألف، المازوت 798 ألف، والغاز 466 ألف. من المسؤول؟ رح انتقل معكم للبقاع، لمؤسسة مياه البقاع، مع رئيس نقابة عمال وموظفي المياه في البقاع الأستاذ حسن جعفر، يلي كل مرة النقابة هي بتلعب دور وبتدق ناقوس الخطر. ناقوس الخطر هالمرة ضرورة أنه يكون في تعيين لرئيس مجلس إدارة مدير عام للمؤسسة، لأنه كل شهرين بيصير في مداورة من قبل رئيس مؤسسة معينة، يعني مرة مياه بيروت وحاليا مياه بالجنوب، ولكن هذا موضوع ينعكس على سير الإدارة، وبالتالي على يعني لأنه يمكن هالمؤسسة من أكبر المؤسسات يلي نطاقها الجغرافي كبير، وكلنا عم نحكي مي، يعني هيدي اليوم مشكلة المشاكل بكل لبنان، فكيف بمنطقة مثل بقاع يلي أغلبيتها سكان، ولكن كمان في أراضي وفي كتير مشتركين مثل أنه جغرافيا كبير المنطقة. أستاذ حسان يعطيك العافية نقيب. الله يعافيك والله يسعد صباحك. اليوم بعثت رسالة لوزير الطاقة، رسالة رسمية كنقابة، بتطلبوا فيها تعيين مدير عام لمؤسسة مياه البقاع. اي نعم، نحن كمجلس التنفيذي لنعرف مستخدمي عمال المياه بالبقاع بعثنا كتاب لمعالي الوزير من شان يعينوا مدير رئيس مجلس اداره مدير عام لمؤسسه مياه البقاع لايقاف هاي الفوضى اللي سائده عندنا بالبقاع. كونه عم يكلفوا كل مره بيكلفوا مدير عام يا مياه بيروت يا مياه جنوب او مياه لبنان الشمالي من طرابلس بيجي، نعم، ما كيف عنده ما عنده وقت يجي يعطي وقته لمؤسسة مياه البقاع، يعني يوم بالاسبوع عم يجي، واحيانا الطريق بيكون مش ماشي بيروح اسبوعين ثلاثه ما بيجي المدير العام نتيجه الظروف اللي فاتت حاليا. نحن هلا بوضع خطير جدا جدا جدا. انا بدي اتوجه اول شيء بالشكر للعمال اللي بعدهم المستخدمين، والعمال خاصة غب الطلب وعمال المشغل وغيره يلي قادرين يوقفوا المؤسسة بعدنا عم نقاتل باللحم الحي واقفة عجرية لنضل نأمن خدمة للناس. ولكن هلا نحن حط خطر خطر شديد جدا، لا في مدير عام بالمؤسسة لنقدر نتمكن من القيام بواجباتنا تأمين المياه للناس ونقدر نأمن المي السليمة، لأنه في مواد كثير مطلوبة منا موجودة منا متوفرة. في حدا بده ياخذ قرارات بالمؤسسه، لانه هاي المؤسسه بدها مدير عام يكون موجود على راسها يوميه لتندار المؤسسه ونقدر نامن المياه للناس. هاي مشكله. المشكله الثانيه بعد لحد هلا مجلس الاداره ما وقع الموازنه، وبتعرفي انت انه هاي مؤسسه لا تبتغي الرابح ولكن بدها تعمل توازن بين وارداتها ونفقاتها. نحن الوضع صار على الحفي، ما بقى في مجال يتحمل ابدا. في عندنا مياه تكريم صار صحي بالباع الشمالي صارت رح توصل عشوائي على وادي راس بعلبك. المزروعات عم تتلوث، كله عم يتلوث، وعم بينادوا بالكوليرا ووزاره الصحه ووزاره الطاقه، بنسمع اخبار كثير بننبسط فيها، ولكن عمليا وتنفيذ ما في شيء من هالحد.
يعني الخضار ما بتقدر تشتريها وتاكليها عندنا بالمنطقه نتيجه اختلاط المياه عم تصير. حد يخبوا ويلففوا ويدوروا. نحن بنطالبهم باسرع وقت يعينوا مدير عام هلا فورا للمؤسسه مع مجلس ادارته، يا اما انه يكلفوا حدا من ملاك الوزاره او من بين العاملين الحاليين يكون على راس المؤسسه ليديرها بالاداره الصحيحه. ونحن كعمال متعهدين نضل نأمن المياه للناس ونخلي المؤسسه واقفه على جرايها. هو بتعرف نقيب هلا ما في مجلس وزراء، وبفتكر تعيين الفئات الاولى يعني يعود لمجلس الوزراء. صحيح، نحن اعطينا الخيار الثاني يكلفوا حدا يكون موجود طول الاسبوع موجود على المؤسسه عم يرعاها ويديرها. مش نحن اذا بدنا نعمل اجازه اداريه بده ينطر وحدنا اسبوعين او اسبوع ليجي المدير العام ليمضي القرار الاجازي، هي اجازه. كيف قرار اذا عندنا مشكله حصلت فورا؟ لا محروقات في، لا كهرباء في، ولا ابدا ابدا. والمي عم تروح هدر. اولا المي عم تروح هدر، نحن بنطلع 300,000 وحده سكنيه بالاباع اذا مو اكثر. طيب 300,000 وحده سكنيه بدها امكانيات لحتى تقدر تامني مي سليمه للناس. ايه لانه مش كل المحطات مربوطه على مياه زحله، على كهرباء زحله. لا لا لا، مش كل المحطات مربوطه على مياه، يا ريت كل المحطات مربوطه على كهرباء زحله. بعدين بعدنا الاشتراك عندنا نحن ما بيوازي 10 دولارات. ما بيوازي ال 10 دولار بالوقت عم يكلف 6-7 مليون ليره انتاجه. لحتى ننتجه ونوزعه بيكلف هلا بعدنا عايشين على العهد القديم. كيف بدها توقف على جرايا المؤسسه طالما الدوله مش عم تقدم لها مساعدات؟ لا الدوله عم تقدم لها مساعدات وانتاج مثل العالم ما في نتيجه الاهمال اللي المسؤولين القيمين على المؤسسات العامه دايرين ظهرهم ومش سائلين. يعني نحن بوضع كثير صعب، واذا ما اخذوا مستحقات الموظفين هلا قبل الاعياد صدقيني ما حدا منا قادر يجي على الوظيفه، لانه بتعرفي منطقه واسعه، نحن هون كله بيتحرك بده بالقليل 300,000-400,000 بنزين اللي يروحوا يجوا، بسياراتنا الخاصه عم نتحرك، مش بسيارات تابعه للمؤسسه. يعني هلا الضروري يكون في مدير عام ثابت اذا او مكلف بشكل صح. رسمي حتى يقدر يكون حاضر كمان يقدر يتابع صح. كل هالمواضيع لانه روتين الاداره وغيره هذا كله باخر، فكيف ما كمان يكون في عدم وجود مدير عام يعني؟ صحيح ستنا، اذا هو بمؤسسته الوقت ضاغط عليه ومش قادر يلحق. صحيح، كيف بده يلحق على مؤسستين؟ انا مزم. مش عم بتجنى. لا يعطيني العافية. بعرف انا بدي اقول شغلي، لا يسمع رئيس الحكومة والوزير انه هاي المؤسسة هاي لناس لبنانية، هذا شعب لبناني منه شعب مستورد وجاي. حاملين الوسخ اللي حاملينه نتيجة الكوليرا تبع ما بدي سمي غير لبنانية، بس نحن ما بقى قادرين نتحمل، خلص وصلت القصة على الآخر. إذا بعد 3 أيام ما كان نتاخذ الإجراءات السريعة اللازمة، نحن حنتوقف كعمال عن العمل، يعني حنتوقف قسرياً مش مزاجياً، ما بقى قادرين تدفئة لأولادنا صدقي ما عندنا. ما في تدفئة حتى يحطوا تدفئة إذا ابنه مقرب مش قادر يجيب له باندول، نتيجة غياب الهيكلية الإدارية اللي بتنظم شؤون المؤسسة. ايه طبعا. بعدين خطر مش على الموظفين، انتبه، أنا مش خطر بس على المستخدمين، خطر على الناس. أكيد، عم نحكي بالمي، عم نحكي عن توزيع مي على 300,000 وحدة سكنية، صح. على أراضي شخي. مزروعات، على أكيد ما عم نحكي هيك. صح، هي بتشمل الموظفين. فيها مسؤولية وطنية. سلامة عامة وإدارة. قضية كبيرة. طيب خليك تشوفي الليطاني والغزيل هول اللي الانهار اللي كانت تنظيف في لبنان، عم تنصاع المزروعات كلها يعني تكرير شيء، اذا بتشوفي محطات التكرير ابعتوا اعملوا ريبورتاج على شوفوا. ولا نهار الجمعه يعني كمان حدا حكاني بموضوع المرج انه عم يحرقوا النايلون وعم يحرقوا يعني على كل المستويات التلوث ماشي، وهيدا شيء بده يعني بده اكيد ناقوس الخطر عم ندقه نحن وياك، لانه عم نحكي مي، عم نحكي بيئه، عم نحكي صحه عامه، سلامه عامه. حتى بتشمل
هيدي المياه بتشمل المواطن ببيروت، القدرة اللي بتنتج أكيد 100% عم تتصدر على كل المناطق، لأنه مش كل المزارعين أو المستثمرين أراضي عندهم أبار وهن وهن يعني عاملين كنترول عليها. في عنا أراضي استثمارات فيها أبار وفي كنترول، صح. بس في البطاطا ولكن في مطارح كتيرة لا ما في كنترول، ما في مراقبة. بدنا بلشي من محطة تكرير إعاك لتوصل إلى غزة لمحطة جب جنين، كله وضع مزري. غير منشوف جهات مرحة عملت مؤتمرات وحكي، صرفوا المصريات على المؤتمرات وعلى السواني، ولكن شيء عملي على الأرض ما فيه أبداً. وأنا أتحداهم، ونحن مؤسس مياه لبقى أحزاب عم بتساعدنا أحياناً بشوية مزوت لمولد بمحل معين ببعلبك وبغير بعلبك، وتحديدا يعني عم يساعدونا بمزوت وكذا، بس هيدا ما بيكفي، ما حل، مش حل المشكلة. يعني مش بس هيك نقيب، يعني ما فينا نحن هيدي مي ثروة وطنية، وهيدي بدها توزع بعدالة لكل الناس، لأنه ما في ناس يعني صيف وشتاء على سطح واحد. يعني إذا مشكور كل من عم بمد يد المساعدة، ولكن إذا منطقة فيها مساعدة ومنطقة ما فيها، يعني هون عندهم مي هون ما عندهم مي، هاي المؤسسة مسؤولة عنها يعني أكيد بالأول وآخر. الحل بده يكون في رئيس مجلس إدارة مدير عام موجود يتابع هاي القضايا كلها، يتابع قضايا العمال والمستخدمين، يتابع قضايا إذا صار عطل معين بمحل بيروح شهر ما نعدين نصلح. أكيد أكيد. إلا إذا حدا تكرم بمساعدة علينا لنصلح أسطى. أكيد. هذا كله ناتج مش عن تقصير العمال أبدا وبتحداهم، هذا ناتج عن تقصير الإدارة ما موجود. مجلس إدارة لهلأ ما بيمضي لموازن، كيف تشتغل المؤسسة؟ 100% 100%. على كل حال نايم، نعم، بدي من خلالي، نعم، أكد وطالب بتعيين مدير عام، وطالب مجلس إدارة بتوقيع الموازنة لينتظم العمل بالمؤسسة، وخصوصا نحن معك حق، نحن مع نهاية سنة واستقبال سنة جديدة، يعني هيدي حكما مفروض تنعمل طريقة الإدارية تلقائية، يعني ما في واحد يهملها أطلاقا للشفافية كمان. أنا بشكرك نقيب، وبرجع منقول يعني أنتو هلأ إن شاء الله يكون في صدى عند معالي وزير الطاقة الأستاذ وليد فياض، وأكيد يعين حدا بشكل دائم، يعني مش بشكل كل شهرين حدا، يكون هيدا بشكل دائم لحين ما يصير عنا حكومة ويجتمع مجلس وزراء وبيمشي الأمور. وأكيد الموازنة شغلة أساسية. أهلا وسهلا فيك نقيب حسن جعفر، نقيب عمال وموظف في مياه البقاع. متابعة بموضوع المياه، أيضا المتن العالي أو المتن الجنوبي عم بيعاني كمان من موضوع المتعهدين، لأنه في كتير أعطال بالأساطر المي، في أعطال يعني بدها صيانة ورايحة هدر المي على الطرقات. على سبيل المثال منطقة المونتي فيردي اليوم كل المي رايحة على الطريق والناس ما عندها، لأنه في أساطر مكسورة وبدها أكيد إصلاح. كمان بالنسبة لوادي شحرور السفلى خصوصا بحي النبع يلي إلهم كان مفروض تجي المي عندهم كل تنين كل خميس، ولكن إلهم من 7 أشهر ماشي هيك، ولكن إلهم شهر ونص ما عم تجي المي لأنه رايحة قدامهم على الطريق، لأنه مكسور الأستر، المي رايحة على الطريق قدامهم وهن ما عندهم. اللي فهمته اليوم من مياه من مؤسسة بير وجبل لبنان إنه ما كان فيه متعهد، الظاهر هلأ مؤخرا صار فيه اتصال بأحد المتعهدين، بس ما بعرف بعد إذا بلش بالشغل ولا لا. يعني نحن بنتمنى اليوم قبل بكرة، لأنه المي حياة، وما فينا الناس كمان تشوف المي سارحة على الطرقات وهي عم تشتري السترنات ما بتعرف وين مصدرها، ومن حق الناس إنه يتصلح أساطر المي وتحصل على المي. يعني عم نحكي مي شيء مش طبيعي. أول شيء كنا نقول ليه الشتي نازل وليكو شو عنا خيرات، هلأ المي المؤسسة ما عم توصل لأنه الأستر مكسور، يعني هذا الشيء كتير معيب. بياخد أول اتصال. ألو ألو ألو، ايه تفضلي مدام، تفضلي. بدي أحكي مدام ربيكا إذا بتريدي. ايه تفضلي ربيكا معك، عم بسمعك مدام، تفضلي. ألو ربيكا معك. ايه أوكي. ايه حبيبتي، أنا مواطنة من الشمال. نعم. الكهرباء بسمعكم بتحكوا ببيروت انه الو
عم بسمعك تفضلي. ما عم قاطعك تتحكي. بيتلفنوا بيقولوا إلا يومين وإلا ثلاثة وإلا أربعة أيام ما عم تجينا الكهرباء. نعم. نحنا قلنا قدي إلا ما أجت الكهرباء؟ الكهرباء إلا 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 يعني فيني قلك إنه من الصيف لليوم إنا شايفينا. وين بالشمال مدام؟ بالكورة. بالكورة بالحات الكورة طيعة جنب البلمانت، فيها جامعة، فيها عالم مثقفة، فيها ناس كلها متبوقة أحسن مراكز، هاملين لدرجة إنه نحنا منا موجودين. ليه يا عمي الكهرباء ما بتجي عنا؟ نحنا شكر عن هالبشر؟ أكيد لا. ليك لقلك شغلة، أهلا وسهلا فيك. موضوع الكهرباء بعدنا لهلأ تحت وعد الكهرباء تجي من الأردن ولا من مصر، لهلأ ما في شيء. تحسنت شوي لأنه إجا مازوت أو فيول من العراق بعتقد، أو إجت هبة معينة من القطر إذا مش غلطاني، ولكن حاليا ببيروت يعني تحسنت إيه، ولكن مش لدرجة إنه الواحد يقدر يستغني عنها. هلأ بالشمال ما عم تجي بالمرة، ما بعرف إذا في عطل أو في أي شيء، يعني لازم أسأل عن الموضوع، لازم أسأل. وفي شغلة ثالثة كمان، هي بحب شير لها، سرقة المحطات الكهرباء والكابلات، يعني وين ما كان السرقة ماشي وعلى عين ما بعرف مين، بدي أقول لأنه يلي عم يسرق محطة كهرباء وعم يسرق كابلات، يعني هيدا ناس بيعرفوا شو فيها المحطة وشو عم يعملوا فيها. يعني يمكن يكون بالكورة مسروقة المحطة، يمكن يمكن مش مبلغ عنها أو مش أخدين قرار بتصليحها. يعني في عنا كتير سرقات، مثلا على سبيل المثال بكرم الزيتون، قلهم من نهار الخميس كرم الزيتون ما عندهم كهرباء، لا من الكهرباء ولا من الموتور، لأنه مسروقة الكابلات والكافي آ ناطرة ناطرة الدرك حتى يعملوا التحقيق، والدرك بيقولوا ما في قضاء، ما في، ما عم يجوا الدو يعني الدرك تا يعملوا التقرير. يعني قصة دوامة والناس بلا كهرباء. مرات انقطاع الكهرباء مش ساعة بتفرق مع الناس، ولو ساعة بتفرق معهم، ولكن عم بيكون سبب من الأسباب هي سرقة الكابلات وسرقة المحطات. وهيدا الشيء يعني ما بعرف، هيدي ظاهرة هلأ مش طبيعية، ومش بس موضوع الكهرباء، محطات المي والتليفون والكابلات. يعني ما بعرف، هيدا سؤال برسم المعنيين، يعني بده يكون في عين ساهرة أو في مافيات، حدا يعني هو هي محمية بحدا، لأنه هالسرقة على كل الأراضي اللبنانية كأنه في مثل مجموعات هيك هي شغلتها تسرق، وفي حدا حمية من هيك. نحن عم نرفع عم ندق ناقوس الخطر لنقول لما بتنسرق محطة كهرباء مش بالسهول نرجع نركب محطة كهرباء ولا محطة هاتف أو كابلات، مش بالسهولة أبدا. مش عم بحكي بس بالماديات، عم بحكي بكتير من التفاصيل والأمور، وهيدي كلها طبعا من مال الشعب اللبناني. باخد كمان اتصال. ألو. ألو مدام ريبيكا. نعم تفضل. يعطيك العافية. أهلا. ستي سمعتك أنا وناطر عم تحكي على كابلات. ايه شو؟ انا عندي من 6 شهور تقريبا سرقوا الكابل 60 متر من المحطة للبيت لعندي. رحت قدمت شكوى وجبت تقرير درك واخدته للشركة، واجت الشركة اخدت قياسات قديش، وهي زفلوا صاروا بيبعتوا لي الفاتورة كل شهر بيقولوا لي اشتراك. مش بس الحرامية سرقوا هيك، فاتوا على البيت وسرقوا أربع قناني غاز، ما سرقوا شي غيره، أربع قناني غاز مليانين، وعطشوا شرايط الموتور وكل شي والتليفون وفلوا. وشركة الكهرباء عم تبعت لي فواتير ولا بيجوا بيركبوا لي تليفون شريط للكهرباء، وشريط مش هين، عندي 4 بـ10. يعني حتى تقول انه سرقوا كابل كهرباء يعني 6 أمتار، يعني منا شغله سهله. يعني شو هالجرأه؟ شو هالجرأه يفوتوا على بيوت الناس يسرقوا قناني غاز ويحملوها؟ بس جرأه اكبر انه هيدا كابل، يعني هيدا على مرأة من الناس، يعني هيدا منه كابل تحت الارض، هيدا منه ريجار موقفين فوق الفان وبينزل حدا وبيطلع، يعني شيء معيب ومخيف. معك حق،
معك حق، يعني اللي الله يعين مطرح ما عم بيصير في سرقات، عم يقعدوا بلا كهرباء الناس، بلا تليفون، بلا مي، يعني هيدي شغلة كتير أساسية اللي عم نحكي عنها، بدنا عين سهرة أكتر من قبل بلديات، من قبل يعني مثل الواحد بده يضطر يعمل هو ناطور الحي. يعني بعد شوي يعني الأشرفية اليوم أخذت القرار من عدة أشهر عندنا وطير بالليل تعمل مداورة، ويمكن في مناطق تانية عاملة وأنا مش عارفة، بس هيدا ما بيصير يجوز ببلد مفروض الأمن يكون من قبل البلديات بالتنسيق مع قوى الأمنية الموجودة على الأرض، ما بيصير. يعني أنا مسوي بقدر كتير اللي عم بتقوله، بس ما عرفت وين بمنطقة الشمال، ما بعرف إذا بعده معي على الخط، بفتكر راح الخط. فاصل ومنتبه. متابع الحلقة لنا عبر الام تي في، والمتصل الاخير يلي سمعناه هي مسروقين هالكابلات، كابلات الكهرباء من ريفون، مش من الشمال، من ريفون شارع البطريرك سفير او شارع لتشيلي. يعني هيدي كهرباء كسروان مفروض تحركها مع البيوس حتى نشوف كيف بدهم يردوا الكهرباء للمواطنين. وهون لفتي كمان انه لما مواطنين بتنسرق كابلات الكهرباء ما بيكون في كهرباء المحطة اللي بتعطيهم، طب ليش ما بينعفوا من الفاتورة إذا مش عم يصرفوا كهرباء؟ بفهم في الاشتراك، بس إنه لا يعني حتى الاشتراك لازم ينعفوا، لأنه مش ذنبهم، بالعكس لازم يصلحوا له يصرفوا كهرباء. يعني في شيء بهيدا البلد، يعني حتى كمان مثل مرة الماضية تحرقت الكهرباء بالزوق وبناية بكاملة راحوا كل أدوات الكهربائية فيها، مفروض يبعثوا كتاب اعتراض للمؤسسة حتى تعود لهم يلي أكيد الخسائر يلي خسروها، لأنه وصلت عندهم الفولتاج تخطى 200 وصل 300 وشي. هذا مش ذنب المشترك، هذا لازم الشركة هي تتحمل مسؤولية خطأ صار من قبل فنيين أو من قبل يلي عم يعطي الكهرباء. بياخد اتصال. ألو. ألو، أهلا مسيو، تفضل. بونجور. بونجور، كيفك سترة بك؟ نشكر الله. أول شيء يعطيك العافية. ثاني شيء بدي بلغ عن عطل الماي بالتكواني، عم بحكيك من التكواني من منطقة سيتي راما. أوكي. نحن قلنا فترة شيء 4-5 أشهر الماي مش عم تجي عنا، بتجي مرة بالشهر، ومنقضي بقية الشهر كله على الستر، على السترنات. يعني كل يوم عنا 150 ألف للستار. نتصور يعني عنا 3-4 مليون ليرة بالشهر بس ماي للستار، عدا عن الأمور الثانية البقية اللي ما في مجال نقعد نحكي فيها. ايه بفهمك، ونتوشكم راسكم فيها، عرفت كيف؟ بفهمك، لأنه كل الأعطال اللي عم بتصير بالمناطق، يعني اللي بدها صيانة من قصات وغيره بدها متعهدين، مرات بيشكوا من المتعهدين، ومرات بيكون ما بعرف اذا شو بدي سميها، اذا اهمال من قبل رؤساء المناطق او ما بعرف، يعني في علامه استفهام. هلا ما بعرف اذا هونيك بهالمنطقه في عطل، في شيء اسطر مش عارفين فيه، لانه فهمت انه بالمتن الجنوبي مثلا ما كان في متعهد حتى يقوم بصيانه الاساطر او الترويح يلي عم بيصير على الطرقات. هلا ما بعرف اذا بالدكواني بالمنطقه اللي حكيت عنها سيتي راما في شيء مماثل، يعني انا بدي اسال اشوف شو السبب انه بالشهر من شهر بتجي مره، يعني ما في عطل اللي ما عم تجي مره، بس ليش مش عم تجي باستمرار؟ هلا بفهم معلقه المحطات بموضوع الكهرباء او المازوت، بس بعتقد من جمعتين تعبت كل المحطات وانعطت، يعني حتى الاسبوع الماضي الكل اخذ، يعني معناتها في عطل او في إنا خليني اسال المؤسسه وبجاوبكم اكيد بكره اذا الله رات. كمان اتصال. الو. الو مدام، تفضلي. الو، اهلا مدام. مدام فيكتوريا. الو، اهلا. انا هون بيتي ب ايه. الو، عم بسمعك مدام، عم بسمعك. بيتك وين مدام فيكتوريا؟ أنا بيتي بجل الديب طلع دار الصليب القديمة. نعم. صرنا شي شهر ونص ما شفنا الماي. أوكي. ما بعرف ما كيف يعني هيك بدي يعيش الإنسان بلا ماي؟ ولو عندك الستار
وعندنا الأنانة والحمد لله كل جمعة بيزيدوا سعرها، بس ما حدا بيرف له جفن. يعني المواطن يعني ما بيلاقي مي بس يدفع، ما حدا سألان. مدام رح شوف شو الوضع عندك فوق. كمان اتصال. ألو ألو ألو، بونجور. بونجور مدام. بونجور مدام ريبيكا. أهلا، تفضلي. ليكي بدي أقول لك شغلة مدام ريبيكا، نحن قاعدين بالحدث حاط البطن. نعم. يعني كل اللي إجا لعنا الكهرباء إجيت من سنة جاي مرتين من شهر، وصار عنا عطل. هلا عنا عطل، لا من تلفين بيقولوا لنا ايه عندكم عطل كبير، لا حدا بيرد ولا حدا بيجاوب، لا بيصلحوا لنا شيء. ما هو ليش ما هن عارفين انه في عطل، خلص خبروكم عنا عطل، يعني وقفت هون. بس يعني انه امتى بيتصلح، شو الناس بدها تعمل، ما مش مسؤوليتهم بقى، ما فرقاني معهم. المهم هن انتوا اتصلتوا قالوا لكم في عطل، يعني دبر راسك يا مواطن، نحن في عنا عطل، امتى بنصلحه ما لك علاقه انت يا مواطن. بس فاتورتك بدك تدفعها مع زياده، يعني نحن هلا يعني زادوا التعرفه وما في كهرباء، وطمنونا انه بندفعها بقدر 2023. يعني عرفتوا كيف؟ يعني ما في كهرباء، زادوا تعرفه، عارفين في عطل، ما تصلح العطل وما فرقاني مع حدا. يعني هذا الشيء معيب، يعني ما هيدي ما بدها هيدي قرار دولي، هيدا بدها قرار محلي، بدها مسؤولين حاملين مسؤوليتهم وعم يعملوا جهدهم حتى يأمنوا للمواطن أقله هيدي هالأمور البسيطة والأساسية اللي هي الكهرباء والمي. يعني ما عم نطلب شيء أكتر من هيك كتيرة على المواطن اللبناني؟ يعني هيدي كتيرة؟ لا منا كتيرة. مدام ما بعرف شو هو العطل وليش التأخير فيه، بس إذا قدرت عرفت شيء أكيد رح أعطيكم خبر. كمان اتصال. ألو ألو ألو، بونجور. بونجور مدام ريبيكا، عندي شكوى بخصوص المي بمنطقة بشيمون. أوكي. كمان كل شهر لجيبولنا إياها، وغير إنه أصلاً يعني وقت اللي ركبنا العداد راحت نص السنة، كانوا هني بعد مجيبين عيارات، اضطرينا نحن نشتري عيارات. يعني المواطن بده يكون هو واصل مواطن صالح، يعني بالطرق الشرعية إنه منقدم طلب مندفع، ما بيجيبوا عداد رح نشتريه على حسابنا. ليه؟ لنكون نحن مواطنين صالحين إنه ما ناخد المي إلا بالطريقة الشرعية. يعني المواطن الصالح هو اللي عم يكلها، لأنه المؤسسة ما عم بتفرق بين الناس الملتزمين وبين الناس اللي فتح عيارات ومنا سئلاني. يعني لما المواطن بده يكون عم يشتغل صح، مفروض المؤسسة تلبيه قبل ما تشوف وين رايحة المي وكيف رايحة، لأنه المؤسسة بتعرف أنه في ناس فاتحة عياراتها، بتعرف أنه في ناس سرقة المي، وبتعرف أنه في ناس قاطعة المي عن جيران لإلها، بتعرف كتير منيح. بس بهالأيام الرشوة هي اللي مسيطرة على الدنيا كلها. اليوم عم بغروا الموظفين والأجراء برشوة، إيه أنا بسميها رشوة. أنا بفهم اليوم المعاش صار قليل كتير، ولكن اليوم المؤسسات مفروض هي تكيف حالها. يعني بدل ما يجي الموظف أو شيء لازم تزيد لهم اثنين، بدل ما يجي مثلا ثلاثة أيام بالجمعة مثلا بيصير في مداورة. من أمن الخدمة ما يعني نقدر نأمنها بطريقة المداورة بدون ما نقطع المشترك وبدون ما كانت تروح المي هدر على الطرقات. ما في شيء ما له حلول، بس بدها ناس تكون عندها إرادة إيجاد الحل، وهذا اللي بنفتقده بالبلد كله. ايه ما في كهرباء، ما في مازوت، وخلص وقفت هون، بس ما حدا عم بفكر كيف بده يلاقي حلول للناس. والحلول بسيطة، ما بده شيء، ما بده شهادات، بده حل بسيط، بده شوية وطنية، بده شوية مسؤولية، مش أكتر من هيك أبدا. ومواطني صالحة ما عنا إياها للأسف. كل واحد اللي أنا تبعه، يعني أنا لازم المي تجي لعندي وطفيت، عند غيري وجاري ممنوع تجي لأن أنا بدي أمن حالي. ما بيصير، هذا اللي صاير للأسف الشديد، هيدا يلي صاير. واللي أنا يوميا بتابع هيدي القضايا مثل كأني شي موظفة مي. صورة اليوم نشوفها سوا.
بيوم من الأيام حلمنا بوطن الكلمة الحرة ورفعنا الأعلام بساحة الحرية، ويمكن أنا كنت من بين الإعلاميين اللي رفعنا القلم وقلنا نحن هيدا البلد القلم الحر، الصوت الحر. هالصوت الحر انطفى من 18 سنة مع جبران التويني يلي نادى بالوحدة الوطنية مسلمين ومسيحيين، يلي قال إنه الرأي الحر، الرأي والرأي الآخر. نحن بعد 18 سنة وين وضع البلد؟ أي رأي حر وأي توحيد بين اللبنانيين؟ للأسف الشديد الأمور عم ترجع لورا، وكأنه دم الشهداء عم بيروح هدر. نحن بدنا نقول لك يا جبران التويني، بدنا نقول لك كل المخلصين، خليكن على ألم الحر، على الفكر الحر، على الوطن والوطنية الحرة، لأنه ما فينا نحن نلاقي حلول لمشاكلنا ولا بلدنا إلا إذا كان عنا حريتنا، وإلا ما يكون عنا كمان التزامنا ومحبتنا لهالوطن. الله يرحم الشهداء ويرحمك يا جبران التويني. بعطيكم موعد بكرة، إلى اللقاء.